أفادت مصادر مصرفية في صنعاء أن البنك المركزي أغلق أبوابه في وجه مندوبي المؤسسات والوزارات الحكومية وامتنع عن صرف مستحقات ومرتبات الموظفين الحكوميين نتيجة أزمة السيولة النقدية. وأكد مسؤولون مصرفيون أن أزمة السيولة نتجت عن استنزاف الميليشيات الانقلابية احتياطي العملات الأجنبية ما تسبب في عجز يومي بمقدار 94 مليار ريال يمني. أزمة سيولة غير مسبوقة يعاني منها اليمن دفعت بمصرفه المركزي إلى إغلاق أبوابه وامتناعه عن صرف مستحقات ومرتبات الموظفين الحكوميين. فمنذ انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 استنزفت الميليشيات احتياطي العملات الأجنبية ما تسبب في عجز يومي يقدر بنحو 94 مليار ريال يمني نتيجة عدم تحصيل الضرائب وتراجع العائدات المالية للدولة بنسبة 200%، وذلك بحسب مسؤولين مصرفيين. أزمة أثارها أيضا وزير المالية على هامش مشاورات السلام اليمنية في الكويت قبل أسبوعين عندما قدم تقريرا مفصلا لسفراء الدول المانحة كاشفا أن الميليشيات استولت على مبلغ 1,600,000,000 دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 16 شهرا الماضية تحت مسمى المجهود الحربي. التقرير أوضح أن الإيرادات النقدية للبنك المركزي بلغت 47 مليار ريال يوميا في حين وصلت النفقات إلى 143 مليار ليصل العجز إلى 94 مليار. ومن جانبه أوضح ياسر الرعيني وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار أن سيطرة الميليشيات على مالية الدولة دمرت الخدمات التحتية. يعني كما سمعنا في رسالة رئيس الوزراء 25 مليار ريال شهريا هذه تذهب مباشرة من البنك المركزي تذهب لدعم المجهود الحربي. وأرجع خبراء ماليون شح السيولة إلى قيام مراكز قوى تابعة للانقلابيين بسحب ما يصل إلى 40 تريليون ريال من البنك المركزي والاحتفاظ بها خارج البنك، وتحديدا في محافظتي صنعاء والحديدة الخاضعتين لسيطرة الميليشيات الانقلابية. فدوى الجلال، العربية.